تعرفنا هنا، بمجرد الوصول نلتقي في ترحيب المكان، حين تنطق الحجارة بصوتها الخفي ونحن نخط أقدامنا في المدينة. هنا يبتسم لنا بائع الكعك والجريدة ويطمئننا ثوب سيدة بألوان العلم. يحضننا السور تماماً كما يحضن المدينة. نقف أمام أبوابها وعلى إيقاع القلوب المتلهفة نمشي للقاء ما خبأه السور. من داخل السور اليوم نلتقي بشريان ينبض بروحانية المكان، نلتقي بالقيامة ومسجد عمر وأسواق حارة النصارى. من حارة النصارى نرحب بكم من جديد ونلتقي بالأستاذ رائد سعاد. أهلا وسهلا فيك أستاذي. أهلا فيك. هلا. يعني نحكي عن حارة النصارى، نتعرف على تاريخها أكثر مع حضرتك. يعني شوفي، بدون شك حارة النصارى يعني جزء من البلد القديمة، وطبيعة الحال يعني كل الناس اللي إجت القدس عبر التاريخ كانت تبحث أنها تكون قريبة من مواقعها الدينية الأساسية يعني. ولكن البلد صغيرة يعني، وانت عارفة انه البلد يعني بالرغم من انه فيها اماكن بتهم كل العالم يعني، ولكن هي بالحجم مش كثير كبير يعني 4 كيلو على الداير، اوكي. وبالتالي البلد حقيقة مخلوطة اكثر من احنا بنفكر يعني. مزبوط، احنا هاي اخذت اسم حارة النصارى بسبب قربها من كنيسة القيامة يعني، اوكي. ولكن انا برايي انه الخلطه اللي موجوده في البلد عبر التاريخ مهم انه نطلع عليها شوي صغيره، لانه هي بتعكس هويه القدس، تكونت عبر التاريخ من كل الحضارات والديانات اللي اجت على هاي البلد. فحتى لو بنحكي عن اي ديانه موجوده في القدس يعني في وراها كمان خلطه حضاريه وثقافيه من ثقافات مختلفة ومن بلاد مختلفة بسبب أهمية القدس الدينية لكل الناس مش بس للفلسطينية يعني. الفلسطينية احنا بنعتبر حالنا انه نحن اللي حاميين هذا التنوع اللي موجود في القدس واللي احنا بنحافظ عليه. كمان راح نشوف يعني خلينا نقول رموز من الديانات كليتها يعني اللي موجودة ومتعايشة مع بعض في هاي المدينة. داخل حالة النصارى طبعا معظم الناس اللي ساكنين هون بتبعوا إما اللاتين، وهذا بنشوفه من خلال الكاثوليك العرب لأنه في نادي للكاثوليك العرب، أوكي، من خلال بطرقية الروم الأرثوذكس، وبنشوف كمان حجم الناس الفلسطينيين اللي كل سنة بتقتلوا مع الجيش الإسرائيلي عشان يقدروا يوصلوا على سطح القيامة، أوكي، وهدول معظمهم يعني تابعين للطوائف الأرثوذكسية. أوكي. كمان بنشوف الأرمن، لأنه الأرمن طبعا موجودين في محلين، في عنا الأرمن الأرثوذكس وفي عنا الأرمن اللاتين. حاب نحكي عن شهر رمضان، كيف بيكون بحارة النصارى بما أنها هي أحد شرايين القدس ومنخرطة انخراط تام فيها، يعني ما بنقدر نفصل زي ما قلت، وهذا السؤال مزبوط. المبادرات اللي قائمة خلال شهر رمضان أو خلال الأشهر المسيحية اللي فيها أعياد مسيحية، هاي المبادرات والعلاقات كتير كويسة بين الطرفين، وفي مؤسسات مجتمعية دائما يعني تتواصل مع بعض خلال هاي الفترات، أوكي. وأنا برأيي أنه لا يمكن أي واحد فلسطيني يعزل حاله عن أي من المواسم اللي موجودة يعني، وشهر رمضان بالذات هو شهر الجميع يعني. أنا برأيي أنه أنا بعرف كتير عائلات فلسطينية مسيحية كمان بتشجع أولادها يعني أنه يعني يتعرفوا على كل هاي شو اسمه التقاليد، لأنه هاي تقاليد مهمة. مزبوط هي دينية وإلها يعني بعد ديني مهم بدون شك، وفي كتير ناس بتكون تستنى الأعياد عشان تأكل قطايف وعشان تعيد على جيرانها وعلى سان تزور جيرانها، بكون فرصة. كمان العيد بالذات رمضان يعني أنا برأيي هو كتير له بعد مجتمعي، لأنه بجمع الناس فبيفتح مجال للناس إنها تعيد على بعض، فتشوف المسيحي بعيد على المسلم والمسلم بعيد على المسلم والمسلم. وهاي السنة رمضان والإيستر يعني أو العيد الكبير عند المسيحيين كمان راكبين مع بعض يعني جايين على بعض، فهذه احتفالية واحدة تعتبر. لو نحكي على الأماكن الدينية الإسلامية اللي موجودة في منطقة حارة النصارى، الخانقة الصلاحية، طبعا الخانقة الصلاحية أسسها صلاح الدين،
أوكي. الخانقة، كلمة خانقة هي كلمة فارسية الأصل، وكأنك بتحكي عن دير، يعني دير صوفي إذا بدك يعني. وهذا الدير عمليا في أماكن لاستقبال الناس، وفي جامع أوكي، وبالتالي مؤسسة أوسع أوكي في الإطار خلينا نقول المفهوم الصوفي أوكي. ولكن الخانقة الصلاحية لما أسسها صلاح الدين أسسها على نفس الحائط تبع الكنيسة القيامة. عندنا كمان مسجد عمر، وقصة مسجد عمر الكل بعرفها، بتحكي عن العهد العمرية، مسجد جدا جدا مهم أوكي. لما إجا عمر استقبله البطريرك سفرونيوس، وكان اللقاء بينهم لقاء يعني يبدو لقاء صداقة يعني، ولقاء أخوة. فسفرونيوس عزم أو دعا عمر بن الخطاب أنه يصلي في الكنيسة، بس عمر تردد وقال له لا، بفضل أصلي خارج الكنيسة حتى ما يعني تتحول لمسجد في المستقبل. وفعلا صار في مسجد اسمه مسجد عمر، ولكن بيعكس كمان هذه النوع من الأخوة اللي المسيحية الإسلامية من هذيك الأيام لليوم لساتها موجودة يعني. شكراً كثير أستاذي. هلا. ورمضان كريم. شكراً على وجودك معنا اليوم. شكراً لإلك. يعطيك العافية. يلا يعطيكم العافية. مما خبأه السور داخل حارة النصارى، مسجد الخانقة أو الزاوية الصلاحية. أنشأ مسجد الخانقة أو الزاوية الصلاحية صلاح الدين الأيوبي، فكانت أول خانقة أنشئت في القدس بعد تحريرها من الصليبيين، وكان لها دوراً ملموساً في الحركة الفكرية في القدس. والخانقة كلمة فارسية تعني بيت الصوفية. أقام فيها الزهاد يقرؤون القرآن الكريم ويتعبدون وينسخون المخطوطات. ويحتوي البناء على مسجد ومدرسة ومكان عام للجلوس، وغرف للقادة والضباط، وصالة طعام للغرباء وأهل السبل. كانت الخانقة الصلاحية التي أسست عام 1189 للميلاد مركز إشعاع حضاري وفكري في فلسطين، نظراً لموقعها القريب من كنيسة القيامة. من القدس وحارة النصارى تحديدا نكمل الجولة مع أقدم الحرف التي امتهنها أهل القدس وأهل حارة النصارى تحديدا، وهي صناعة الخزف، مع الأستاذ هاكوب كركشيان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. تحكي لنا عن هالحرفة أكثر، إمتى بلشت فيها وكيف بلشت؟ طبعا هلا أنا الجيل الثالث اللي بشتغل بهذا الشغل، وبكمل طريق اللي بدأ سيدي مجرديتش كاراكاشان وكمله أبوي ستيفان كاراكاشان. أنا اسمي هاكوب كاراكاشان. هلا بدنا نرجع للامتداد البريطاني 1919. الحاكم البريطاني حب إنه يرمم بلاط القشاني تبع قبة الصخرة، فجاب من تركيا ثلاث فنانين أرمن اللي بيشتغلوا بالخزف، اللي هو واحد من الفنانين كان سيدي مجرديتش كاراكاشيان، جابهم على القدس عشان يشتغلوا على المشروع. فإجوا من تركيا بدوا يشتغلوا على المشروع هذا، سووا البلاط كل شيء تمام، بس لعدة أسباب وقف الشغل، فما قدروش يرجعوا لتركيا، وبدوا يشتغلوا يسووا خزف أرمني للمرة الأولى بالقدس 1919. عشرين فتحوا مشغل وبدوا يسووا هذا الاشي. فهذا واحد من اشغال سيدي. واو. اللي هو عبارة عن شجرة الحياة. وهذا سواه قبل 48 لانه مكتوب عليه بالستين. فاحنا نفتخر جدا بهذا الشغل لانه جزء من تراث القدس، تراث فلسطين. بحكوا انه فلسطين مش موجودة، بس هذا دليل انه موجود. هلأ نيجي للجيل الثاني، والدي.
والدي اشتغل وقت الأردن في عنا قطع يعني جوردن. وقت الأردن طلبوا منه يسوي أسماء الشوارع على بلاط سيراميك ولساتهم موجودين على اللي بنشوفهم بأزقة البلد القديم. هلا أنا الجيل الثالث وبنتي بتكون الجيل الرابع إن شاء الله. خلي لك إياها. طب طبيعة الشغل إيش بتتطلب بالضبط؟ إنه الواحد يتعلم الرسم وتلوين وكيف يحضر الألوان يخلطهم يطلعوا زي ما أنا بدي يعني. وكيف يسوي الأزاز اللي هو الجليز، بعدين يعبي الفرن يفضي الفرن ويبيع. نحكي عن القطع المشغولة، على إيش بتعتمدوا؟ إيش الرسومات اللي بتحاولوا تبينوها بالخزف عشان نبين برضو تراثنا الفلسطيني؟ هلا لما سيدي إجا من تركيا جاب معها رسمات نقشات زي هاي، بس هون لما إجا هون يعني في فلسطين أخذ رسمات من فسيفساء، من محلات تانية مثلا شجرة حياة اللي هي موجودة بريحة، زاد عليه طبعا زاد رسمات طاووس أو حيوانات اللي موجودة بالبلد وهيك شغلات. هلا كل هالرسمات مأخوذة من فسيفساء اللي موجودة بالبلد هون، فهذا الفن صار إشي مقدسي. دائما في القدس في عنا يعني مشاكل سياسية، ويعني مرقنا انتفاضات وهيك شغلات، فبرا المحل مشاكل، بس أدخل جوا المحل بحاول أرسم شغلات فيها هدوء، عشان هيك الرسمات تعوني فيها نوع من الهدوء، هدوء النفسي، الراحة النفسية. هذا يعني بيعكس حاله عن طريق الرسم، الشغل تبعي أنا شخصياً. فهذا أهم شيء. طب كيف بتسوق لمنتجاتك على إنها فلسطينية؟ اليوم السياحة بتتعرض فعلياً لهجمات وبتتعرض لسرقة، وتراثنا وهويتنا كله عم بحاول الاحتلال إنه يسرقها. كل قطعة بختم عليها جيروسلم، إنه معروفة إنه جاي من القدس، لأنه إحنا معرضين طبعاً ل يعني يسرقوا هويتنا أو إيش مكان، فبحاول إنه كل قطعة تمثل البلد اللي أنا عايش فيه، والفن اللي بطلع من إيدي يعني بطلع من هون من بلدنا. شخصياً قديش بتعني لك القدس؟ القدس مهمة كتير، مسقط راسي والولد فيها سيدي وأبوي، هاي مكتوب عليها جواز سفر فلسطيني تابع لوالدي طبعا، هذا دليل انه فلسطين كانت موجودة. هذا من امتى الجواز؟ قبل 48، هذا قبل 48، فا اشي مهم وبحافظ عليه. من داخل السور اليوم تنتهي الحكايات عن حضارات تحكي عبق التاريخ وقدسية المكان، تماماً كما باقي حارات البلدة القديمة في القدس. إلى لقاء جديد من داخل السور.